أستاذ دكتور محمد لبيب سالم، مدير مركز التميز لأبحاث السرطان، وأستاذ علم المناعة بكلية العلوم جامعة طنطا، وأيضا المشرف على مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا، ونائب مدير مركز البصمة الجينية بالمستشفى العالمي بجامعة طنطا، بالإضافة إلى العديد من المناصب التي يتولاها، كما أنه حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة للتفوق عام 2004، وجائزة الدولة التشجيعية لعام 2010، وجائزة جامعة طنطا التقديرية لعام 2015، كما أنه كان مرشح من جامعة طنطا لجائزة الدولة التقديرية لعام 2016، وأيضا عضوا في 24 لجنة وطنية ودولية، كما أنه تولى رئاسة المؤتمر الأول لمركز التميز لأبحاث السرطان، والذي تم عقده في رحاب جامعة طنطا في فبراير 2013، كما أنه حضر 73 مؤتمر محليا ودوليا، وألف كتابا عن أساسيات بيولوجيا الأورام، بالإضافة إلى أنه مؤلف وروائي لروايات وقصص قصيرة، وكاتب أيضا لمقالات علمية وأدبية وسياسية في الصحف والمجلات المصرية والعربية، وقد حصل على العديد من المؤهلات العلمية، منها بكالوريوس العلوم وعلم الحيوان، ودبلوم دراسات عليا قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة طنطا، ودكتوراه فلسفة العلوم بكلية العلوم أيضا جامعة طنطا. فهذا هو جزءا من حياة الأستاذ الدكتور محمد لبيب سالم.